فاذا كل ده يثبت لك زائد فكره الابتسامه وفكره الضحك وفكره الاحتفاليات وفكره التمتع والترفيه، كل ده كان عنده في مصر القديمه. عندنا اخناتون قاعد مع مراته نفرتيتي وثلاث بنات قاعدين في البلكونه في الشرفه في المقصوره، والهواء بيداعب الاقمشه اللي نازله من الراس. يعني احنا شايفين في المنظر المنحوت على الحجر ان الاقمشه بتاعه الراس دماغهم يعني الملك والملكه بيطير في وضع طيران، وده يعني ان هو الفنان بيحاول يقول لنا ان هم قاعدين في حته فيها نسبه هواء بيتمتعوا. قاعدين قعده راجل مع زوجته ومعاه ثلاث بنات، والثلاث بنات بقى واحده بقى بتشد القرط بتاع مامتها اللي هي نفرتيتي. انت متخيله بقى نفرتيتي قاعده على كرسي وبنتها بتحاول تشد قرطها او انها تلعب في القرط بتاعها او تزقه، لانها كانت لابسه قرط طويل حلو نفرتيتي. في بيبي على حجر نفرتيتي الام وبتشاور على باباها الناحيه الثانيه قاعد على الكرسي وماسك بيبي. الاب اخناتون قاعد ماسك البيبي وبيقرب دماغها عليه، ماسك بكفه تحت دماغها بيحمي دماغها بكفه نفس ماسكه الكف بتاعت تحت الراس اللي احنا بنمسكه دلوقتي، وبيقترب من البيبي بتاعه عشان يقبله. في من السعاده الاجتماعيه، في حاله من السعاده الزوجيه، في حاله من الدفء العائلي واضحه جدا في المنظر. بعيدا بقى يا جماعه، ما احنا مش طول النهار احنا واقفين فوق العجله الحربيه في مصر القديمه بنحارب. يعني احنا مش طول النهار احنا واقفين عاملين نضرب في الخسيين. واخد بالك؟ يعني مش طول النهار عاملين نضرب في مملكه ميتاني. مش طول النهار عاملين نتخانق مع القبائل الغربيه المشوش او الجحنوه او التنحوه او التنحوه. مش طول النهار عاملين نتخانق مع رجال البحر. رجال شداد الباس، رجال البحر دول. ربما دكتور يعني بورتريه الخاص بالملك اخناتون بيعكس الفترة نفسها اللي كان فيها الملك، يعني وانه ما كانش ملك يعني يحارب طبيعة اخناتون مثلا، كانت يعني زي ما بنقول كده الصوفية الى حد ما او تعبد يعني. وكان ساعتها طبعا العداء ما بينه وبين كهنة امون لانه يعتبر رائد الوحدانيه في مصر القديمه، تمام؟ مش ده اللي اقصده تحديدا، ولكن اقصد انه يعني صور الحياه اليوميه والدفء الاجتماعي زي ما حضرتك ذكرتها على الملك. اما المصري القديم المواطن العادي، هل يعني جاء في تصويره بعض اللقطات من الحياة اليومية، حياة المصري القديم العادية خالص اللي هو يعني ليس له منصب سياسي في الدولة أو منصب رفيع؟ عندما نتكلم عن عامة الشعب نتكلم عن الشقفات، تمام، لأن المقابر العالية أوي الجميلة أوي الملونة أوي اللي فيها هيروغليفي دي مش بتاعت العامة. يعني مقبرة مننا، مقبرة رخمي راعة، مقبرة سنجم، مقبرة سنوفر، مقبرة باشدو، مقبرة يعني في أسوان مثلا مقابر النبلاء ومقابر العمد والمحافظين في قبة الهوى. الناس دي كلها مهمة جدا في الحكومة. الناس دي في البلاط الملكي على أعلى مستوى. حرخوف ده الملك بيبعته ينزل أفريقيا، يعني ده راجل مهم جدا، عمدة أسوان، يعني عمد أسوان دي سيرنبوت الأول وسيرنبوت الثاني، مع دول المقابر اللي فوق اللي في تحت قبة الهواء في البر الغربي من أسوان. الناس دي مهمة أوي. فمش دول بقى، مش دول، لا، أنت تشوفي بقى ثقافة مكتوب عليها حاجة، مكتوب عليها درس في مدرسة. تشوفي ثقافة قطعة من زلعة أو قطعة من فخار، القطعة من الفخار دي بتحكي لك على موقف معين، زواج، انفصال على برد. يعني احنا عندنا مثلا عقد عقود الزواج مثلا، عقود الزواج دي كانت بتتكتب ساعات على برديات لو انت يعني مقتدر وتقدر تجيب بردي، واخد بالك؟ فعرفنا عن الشخصيه المصريه من الحاجات دي كلها، ومش هتلاقي اختلاف. يعني انت انا بتخيل ان يعني ما بين يعني لو وضعنا الديانه كنمره واحد في الاختلاف، لما هتروحي بقى في اختلافات تانية او تماثلات تانية
تلاقي في تماثل ما بين الحياه وقتها والحياه دلوقتي في كثير من الاحداث، في كثير من الاحداث، الحب، الرومانسيه، الشعر، الكره، الغيره، الجريمه، العقاب، العداله، كل ده، المحكمه، الشرطه، الجفاف، الرغب، الحصاد، البيع، الشراء، كل ده موجود في مصر القديمه وتم توثيقه عن طريق مصر القديم. الشغل بتاعهم، القبض، الضرائب، كل ده عرفناه من مناظر المقابر ومن الشقفات. واحنا على حظنا ان الشقفات اتوجدت بالعشرات والعشرات والعشرات، والبرديات اتوجدت بالالافات والالافات والالافات. ولذلك حسيبكم باخر معلومه هقولها لحضرتك وللساده المستمعين، بمعلومه عجيبه شويه.